موضوعنا لهذا اليوم حول Car of the Year. Car of the Year سيارة الموسم. في هذا الدرس سوف نستعرض بعض الكلمات المهمة الواردة في هذه القطعة، ولكن بداية سوف نشرح ماهية هذه السيارة وما هي أهم الأمور الموجودة في هذه القصة. ستكون هناك عدة أسئلة عن هذه القصة والقطعة الإنشائية. بطبيعة الحال توجد هنالك كلمات مختلفة نوعا ما في اللفظ والمعنى، فتوجد هناك كلمات على سبيل المثال بانثر بمعنى نمر أو فهد، ولدينا أيضا معلومة جاغوار هو الفهد والتايجر هو النمر، ولكن هنا هذه السيارة ألقي عليها هذا اللقب بانثر 3D، سيارة الموسم ثلاثية الأبعاد في الوصف والشيب، الشكل شيب بمعنى شكل. أيضا أهم المفردات في هذه القصة هي built in بمعنى مركب السيارة، warranty بمعنى الضمان، standard بمعنى المستوى. كذلك هناك sunroof بمعنى فتحة في السقف، في سقف السيارة. tended فتحة تهوية، أيضا فتحة تهوية. sunroof بمعنى أنها هو الزجاج الموجود في سقف السيارة، أما tended فهي فتحة التهوية. كذلك في هذه السيارة عدة مواصفات، منها المواصفات بمعنى features، والمواصفات اللي موجودة في هذه السيارة هي airbags، أوكي airbags يعني الوسادات الهوائية التي تحمي السائق والpassengers المسافرين عند حدوث أي accident أي حادث لا سمح الله. هذه السيارة تبدو هي كالسيارات الثمينة الباهظة الثمن، ولكنها رخيصة. أنت يا عزيزي الطالب، هي سيارة رخيصة ولكنها تضاهي السيارات غالية الثمن. في هذه السيارة 8 مقاعد مع مكان في خلف السيارة اللي احنا نسميها الكفر في الغطاء أو في الجنطة مثل ما نقول، مكان لوضع الحقائب، حقائب السفر أو ما شكل ذلك، ففيها 8 مقاعد. أيضا في مواصفات هذه السيارة هي فيها سيفتي بمعنى الأمان والضمان، warranty الضمان، فيها ضمان لمدة 4 سنوات، وسيفتي الأمان، فيها نظام للأمان. كذلك فيها CD player great CD player مشغل الموسيقى الرائع، وفيديو game عند السفر يقوم المسافرين باعتبار أنهم من العائلة يلعبون ألعاب الفيديو الموجودة داخل هذه السيارة لما فيها من خصائص جميلة. نظام GPS لتحديد الموقع أيضا موجود في هذه السيارة، وأيضا نلاحظ أن هذه السيارة هي محركها باعتبار هو كلمة إنجين، المحرك هو بقوة السيارات الحديثة غالية الثمن، ولكنها نسترجع أيضا أنها رخيصة الثمن، رخيصة الثمن. في هذه السيارة أعزائي الطلبة نلاحظ أن هذه السيارة فترة أو قيمة الوقود التي تصرفها هذه السيارة هو لتر واحد، 1 liter for 12 kilometers، باعتبار أنه لتر واحد لكل 12 كيلومترا، إذن هذه السيارة اقتصادية
وبنفس الحال هي سيارة car of the year, سيارة الموسم. The Panther 3D. بعض الناس يقولون أن هذه السيارة هي سيارة رائعة جدا، والغالبية من الناس يودون شراءها، وممكن أن يكونوا قد استخدموها لما فيها من مزايا. أيضا أعزاء الطلبة، في التمرين D exercise D in activity book page number 9 about the opposites حول المعاكسات، سوف تكون هنالك عدة معاكسات موجودة على السبورة. سيارة الموسم. المعاكسات على سبيل المثال، هنالك فرق بين expensive وبمعنى غالي الثمن، غالي الثمن، وبين كلمة cheap رخيص. أيضا هنا old، في هذه السيارة توجد هنالك بعض الأدوات، ممكن هي كانت old قديمة أو قديم وأصبحت new جديدة أو جديد. المواصفات features باعتبار أنها كانت قديمة والآن هي new، أوكي، في تطور. المعاكس الثالث في exercise D page number 9 activity book okay unit 1، هذه هي بعض الكلمات، ولكن ايضا لدينا كلمات اخرى. fantastic car، سيارة رائعة. ايضا هناك لن تكون هناك terrible يعني مخيف، terrible things اشياء مخيفة. اذن we have fantastic. Fantastic، رائع، مواصفات رائعة. وعكسها terrible. أيضا في هذه السيارة لن تشعر بالملل، إنما interesting بوجود المواصفات مثل فيديو جيمز أو سي دي بلاير. إذن هذه المواصفات نوعا ما لن تشعرك بالبورينج، أوكي، بورينج. عكسه اللي هو ممل، وهنا أنا مخيف. إذن عكسه راح يصير interesting. ممتع أو رائع. أوكي؟ هنا عزيزي الطالب نلاحظ بعض الكلمات كالصفات ومعاكساتها. We have dangerous. We have dangerous. اللي هو الخطر، خطر. عكس راح يصير شنو؟ سيف، اللي هو آمن. إذن في هذه السيارة فيها مواصفات آمنة وممتعة وفانتاستيك رائعة، وأيضا حديثة، وأيضا هي تشيب رخيصة.
نستطيع عزيز الطالب من خلال هذا الموضوع باعتبار أنها سيارة الموسم نلاحظ أن نستطيع أن نلخص بعض الكلمات في جمل مفيدة لوضعها في أسلوب وإطار جديد لوصف سيارة الموسم. كذلك في هذه السيارة سيارة الموسم نلاحظ كلمة important. Important things يعني مهم، وهناك أشياء غير مهمة. نلاحظ أن عكس كلمة important هو فقط وضع كلمة important يعني غير مهم. إذن هنا وضعنا M باعتبار تبدأ بحرف علة. كذلك في هذه القصة وهذه القطعة لدينا بعض الأسئلة، ربما تكون أحد الناس يقول بأن هذه السيارة هي غالية الثمن expensive. Okay, we say it is cheap. Okay, إنها رخيصة. سنستعرض بعد قليل past continuous tense زمن الماضي المستمر وما هي أهم الشروط الموجودة في هذا الزمن. زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر هيكلية الجملة المثبتة ستكون كالآتي: I was زائد فعل يحتوي ing زائد تكملة. كذلك هنا they were زائد فعل يحتوي على ing زائدا أيضا تكملة. مثال: I was speaking English. They were playing piano. نلاحظ عزيزي الطالب هنا I was speaking English. They were playing piano. هنا في هذا المثال نلاحظ أن الزمن يستمر في حالة الماضي. كذلك هنا They were playing piano. سوف تتحول هذه الجملة إلى حالة المنفية، وهيكلية الجملة المنفية هي فقط بوضع not المنفية. سوف توضع not هنا. Okay, I wasn't speaking English. أو they weren't playing piano. سوف تكون هنا أداة النفي في حالة المنفي. لو أردنا تغيير هذه الجملة إلى المنفية سوف تكون كالآتي: ستكون صيغة السؤال كالآتي:
past continuous. Okay. حولها إلى past continuous. بما أنه هو انطانا هنا not a play بمعنى أن نضع الجملة في حالة الماضي المستمر. Wasn't playing piano. Okay. إذن الجملة سوف تصبح سامي wasn't playing piano. في المثال الثاني لو أردنا أن نحول هذه الجملة إلى صيغة الاستفهام هنا خلينا نقول question. حول هذه الجملة إلى صيغة الاستفهام كما تعودنا على تغيير الجملة من حالة إلى حالة أخرى سوف أولا نحذف نوت إن وجدت ومن ثم تغيير الفعل إلى مكان الفاعل باعتبار كالآتي was Sami playing piano زائدا علامة الاستفهام نلاحظ هنا سامي was Sami playing piano علامة استفهام